هل تعرف كيف تعمل الأشياء؟ ماذا تعرف عن الظواهر الطبيعية المختلفة؟ هل تعرف كيف تفسر الظواهر الطبيعية بدون استخدام أي قوانين رياضية؟ ماذا تعرف عن العلماء الذين أسهموا في العلوم التي بين أيدينا؟ أنا سأجيبك عن كل ذلك وبكل بساطة إن شاء الله، ما عليك إلا أن تتابعنا. السلام عليكم. هل حاولت فهم بعض النظريات والقوانين والظواهر الفيزيائية سابقا؟ وكانت هذه العلاقات والقوانين والنظريات الفيزيائية حائلا بينك وبين هذا الفهم؟ أعزائي المتابعين، أهلا بكم في برنامجكم الجديد رحلة في عالم الفيزياء. أنا أنس يوسف، سأكون معكم إن شاء الله في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة عبر العوالم المدهشة للفيزياء والعلم. وكما عودناكم في قناة أفكار أكاديمي، فإننا نتطلع أن تكون هذه القناة في مقدمة من يقدم العلم ويوضحه للجميع. في هذا البرنامج إن شاء الله سنتناول مجموعة متنوعة من المواضيع التي تجيب عن تساؤلات تدور في بال الكثير، بحيث سيثير هذا البرنامج فضول الاكتشاف داخلنا جميعا. لن ننظر إلى الأشياء بعد هذا البرنامج كما كنا ننظر لها قبله. لن نتعمق في المعادلات الرياضية المعقدة والمملة، بل سيكون كل تركيزنا على النظريات بطريقة مبسطة وممتعة. إليكم لمحة عما سنتناوله في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. أولاً، قوانين ونظريات فيزيائية مدهشة. سنستعرض بعض القوانين والنظريات الفيزيائية التي غيرت فهمنا عن الأشياء من حولنا، مثل النظرية النسبية لأينشتاين ونظرية الكم. سنوضح كيف أحدثت هذه النظريات ثورة في فهمنا للطبيعة والكون، وأيضا دون الحاجة إلى الدخول في معادلات رياضية معقدة. ثانيا، تفسير الظواهر الطبيعية. هناك العديد من الظواهر الطبيعية المدهشة من حولنا، سنقوم إن شاء الله معا بفهم هذه الظواهر لنكتشف عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. من هذه الظواهر الشفق القطبي، الأعاصير، البراكين. سنشرح كيف تحدث هذه الظواهر ولماذا تبدو بالطريقة التي نراها بها. ثالثا، كيف تعمل الأشياء؟ هل تساءلت يوما كيف تعمل الأجهزة والآلات التي حولنا؟ سنقوم بالكشف عن أسرار التكنولوجيا الحديثة ونشرح آليات عملها بطرق سهلة وأيضا ممتعة. رابعا، تاريخ العلماء وإسهاماتهم العلمية. سنسافر إن شاء الله عبر الزمن لنلتقي ببعض أهم العلماء في التاريخ، مثل ابن الهيثم، الخوارزمي، إسحاق نيوتن، وأيضا هناك الكثير غيرهم. سنتعرف على قصص حياتهم، تحدياتهم، وكيف توصلوا إلى اكتشافاتهم الرائعة التي غيرت مسار العلم. هدفنا في هذا البرنامج هو جعل العلم متاحا وممتعا للجميع، سواء كنت طالبا، هاويا، أو مجرد محب للاستكشاف. ستجد هنا ما يثير اهتمامك ويغذي فضولك إن شاء الله. نتطلع إلى مشاركتكم لنا في هذه الرحلة الشيقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.